سقيفه بزاف ديال لي زارتي راه كاين شي 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 تيشيرت جديد غادي نشوف شي صباغه شي ابيا شي شي جمال محمد تنقري لانفوغرافي انايا تنقري لانفوغرافي تقريبا من 99 عرفتكم بالنسبه ليا كبحال واحد الخزان ديال الافكار كل مره تلعبوا بشي فكره تختار فكره تبقاو نلعبوا بها ماشي مدرسه جيست مدرسه انما خزان ديال بزاف ديال الافكار لي جور وراه الميل كاين في التليفون تتانسبير من اي حاجه وما تحطش الليميت اللي تنقولوا لا باز يعني بدا ديباسيها وخلي اي حاجه اللي قدامك تبدا تانسبير فيها هو داك الابداع الكونتينياسيون ديما داك الاستمراريه وتيخليك تبدع ديما كل جديد افكار تتبقى تتعاود يعني بطرق كل مره تتجتهد فيها وبز منك انك تقلب على طريقه اللي احسن كازابلانكا ديغرادي ديال لو نوار الكري ديغرادي دو فيولي او ليسونس بروفيسيونيل اذا تيكون عندي داك لو بليزير انني نشد معاهم باسكو باش نبقى عندك لينيرجي تخدم معاهم جيم اوف ثرونز سي سا وهاديك الحبكه ديالو وديك المفاجات اللي فيه وكليس ديك الصراحه تتكون غادي مع واحد الشخصيه شويه صافي بق اليميني تيدوزوك واحد سين اخرى عاوتاني تيعيشوك عاوتاني شخصيات اخرين يعني يقدر يكون اللحظة اللي تيكون التحدي ديالك انك تخدم مع شي كلاس وخصك تحاول انك تشرح لهم شي حاجة واغلبية يكون يفهم هذه هي احسن حاجة عندي هو الناس اللي تيتصنتوا ليا يفهموا وتولي بوبيلاسيون كثيرة في الدومين ديال الديزاين يكونوا يفهموا الديزاين أمنية الثانية كثاروا لي زيكول في الدومين ديال الديزاين باش يلا يخرجوا لنا دي جينيراسيون كثار باش يلا الامور في المغرب يكون لي داك الابداع لانه باقي شويه هابط الامنيه الثالثه هو كون اتاشي مع ايبل اي جوجل اي ادوب يكون عندي كونت معاهم افي